رواية طعم الذئب هي رواية لها سيرة، أصبح لها سيرة، وهي أنها رواية طبعت ونشرت ثم منعت في الكويت وأجيزت في كل دول العالم بلا استثناء، ثم حصلت على جائزة الشارقة لأفضل رواية عربية سنة 2017، ثم أجيزت في الكويت، ثم حصلت على جائزة دولة الكويت التشجيعية للرواية. حضور الرواية الكويتية في الساحة العربية أم في الساحة العالمية؟ في الساحة العالمية لها حضور، الرواية الكويتية ترجمت إلى عدة لغات ووصلت ونافست القارئ الأجنبي على كل الخيارات الكتب المتاحة عند في مكتباتهم، لكن الرواية الكويتية في الساحة العربية الآن يعني هي تتصدر المشهد. إذا أردنا أن نعد أفضل 5 روائيين أو خلينا نقول 10 روائيين عرب، فأربعة منهم كويتيين. إذا أردنا أن نحسب أفضل رواية عربية أو أفضل 5 روايات عربية، الأقل واحدة منهم كويتية. فالحديث عن حضور الرواية الكويتية في الساحة العربية هو حديث عن منجز وطني نفتخر به ووضع الكويت في المقدمة. أولا يعني المنع كان خبر صاعق لي، وكان رد فعلي يعني فيه الذهول والاستغراب، يعني ليش يمنعونها؟ شنو فيها يمنع؟ الرواية سليمة ولا كان فيها أي شيء، والدليل أنها مجازة في كافة دول العالم باستثناء الكويت وحدها. تواصلت مع وزارة الإعلام في وقتها وشكلوا لجنة تظلم للروايات أو الكتب الممنوعة، ومن ثم بعد ذلك تعمقت في الموضوع وعرفت أن المشكلة التي كانت في وزارة الإعلام هو أن قانون 2006 له آلية معينة، هذه الآلية لا تمنع الخطأ البشري اللي هو من الرقيب، لا تمنع وقوع الخطأ البشري اللي هو ممكن أي واحد يخطئ. الذي كان موجود قبل في وزارة الإعلام هو أن الرواية تعطى للرقيب والرقيب يقرأها، الرقيب هذا مساءل من الدولة، إذا أجاز عمل ووجدوا أن العمل هذا فيه أي أمر يستحق أنه كان يمنع سوف يحاسب هذا الرقيب. لذلك يعني كان أنا لو مكان الرقيب راح أمنع على أقل شيء، يعني أنا بالنهاية موظف وخايف على وظيفتي. فالذي يحدث أن الرقيب يمنع على مجرد شك، أي كلمة مفاهمها، أي تأويل خايف أولى على شكل على وجه يعني غير جيد، كان يحول هذه الصفحة اللي فيها الأمر اللي هو أوله أو الكلمة اللي هو مرتاب منها يحولها إلى لجنة. اللجنة عدد أعضائها 9، اللجنة أرسل لهم نسختين فقط، عدد أعضائها 9، مفروض كان يرسل 9 نسخ، مفروض اللجنة تقرأ الرواية نفسها كاملة ولا تقرأ تقرير الذي كتبه الرقيب. فحكم اللجنة يأتي من تقرير الرقيب، إذن الحكم منطلق من رأي واحد الذي هو رأي الرقيب وليس رأي أعضاء اللجنة 9. فلذلك وقعت مظالم كثيرة في رقابة في وزارة الإعلام في السنوات الفائتة. يعني في روايات أجيزت لأنها أولت على وجه غير وجه، وهي كثيرة، وبعض الروايات أخذت حكم من المحكمة أنها سليمة وأجيزت، وروايات دخلت لجنة تظلم وثبت فعلا أن ما فيها شيء سليمة. فبعد ذلك راجعت يعني طبعت الرواية في دار نشر كويتية وراجعت وزارة الإعلام، وللأمانة يعني كانوا الأخوة في الرقابة كانوا في قمة الأخلاق وقمة الرقي في التعامل، وكانوا متساهلين معي جدا. وبعد ذلك أجيزت، وبعد ذلك حصلت على الجائزة. أنا في وجهة نظري أن حصولها على الجائزة هو يصب في مصلحة وزارة الإعلام، هو دليل أن وزارة الإعلام
المسؤولين في وزارة الإعلام يأخذون بالحق ولا يأخذون بالمزاجية أو بالشخصانية. الكتابة بشكل عام هي طبعاً أولاً هي كتدوين، ثانياً الكتابة تطورت حتى أصبحت كتعبير، تعبير عن النفس وتعبير عن الأحلام عن الأمال، تعبير عن الرؤى أيضاً. ثم تفرقت الكتابة وصارت كرمز يختار فيه الكاتب الأمر الذي يهجس به. الكتابة الآن ما عادت ترف، الآن الكتابة تحرث في المعاناة وتحرث أيضا في عمق التاريخ لتخبرنا أولا من نحن ولماذا نحن ومن هم ولماذا هم. ما أعرف يعني كيف ألم الكتابة في جملة عادية، لكن أقدر أقول أن الكتابة هي هواجسنا. مع اتساع قراءاتي وتوسعي في الاطلاع وجدت أن أفكاري تعقدت ولم يعد الشعر يحتمل التعبير عنها. الشعر يعبر عن هاجس، يعبر عن فكرة كومضة، لكن لا يعبر عن فكرة تحتاج إلى تعمق كما يفعل الأدب السردي. دخلت القصة أولا، كتبت مجموعتين قصصيتين، من ثم وجدت فيني نفس روائي يكتب قصة وليس قاص يكتب يحاول أن يكتب رواية. كتبت رواية ذكريات الضالة، فوجدت نفسي في المضمار الذي أريده والذي فعلا شعرت أنني أنطلق فيه بحرية. بعد ذلك كتبت طعم الذئب، فعرفت أن هذا هو الحقل الذي أريد أن أعمل به. ومن ثم كتبت قاف قاتل سين سعيد. الأدب السردي هو فضاء مفتوح يستطيع الكاتب أن يجمع فيه كل الأجناس الأدبية، من قصة، من رواية، من شعر. لذلك وجدته أقدر على التعبير عن هذه الأفكار.